بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده واخبار جديده وكواليس جديده هتكون معانا النهارده ان شاء الله في حلقتنا، حلقه الاشبال. ان شاء الله في الجزء الحواري الثاني من حلقتنا هيكون عندنا اثنين من نجوم النادي الاهلي في قطاع الناشئين، اثنين اللي هيكون ليهم مستقبل كبير ان شاء الله في القريب العاجل، اياد تامر حارس مرمى فريق 2007، وايضا محمد عاطف الظهير الايمن لفريق 2007، واثنين من اللعيبه المتميزه جدا واللي شاركوا مع منتخب 2008، وكانت اللائحه بتنص ان ممكن يشارك كمان 2007 مع 2008 في البطوله الاخيره مع الكابتن احمد الكاس اللي قدر يفوز بهذه البطوله، بطوله شمال افريقيا، ولكن هيكون الحوار في الجزء الثاني من حلقتنا اليوم. خلونا نبتدي حلقتنا النهارده مع الفريق الاول للنادي الاهلي لكره القدم اللي كان عنده مباراه مهمه جدا بالامس، مباراة طلائع الجيش، وكان فيها مكاسب كبيرة جدا، قدر يفوز فيها النادي الأهلي برباعية نظيفة. والمباراة امبارح كانت مباراة مميزة لفريق النادي الأهلي، قدر يحسم المباراة من شوطها الأول في 45 دقيقة الأولى، وقدر النادي الأهلي يحرز 3 أهداف، وقدر في أسامة أبو علي في الشوط الثاني يضيف للنادي الأهلي الهدف الرابع، واحد من أحلى وأجمل أهداف الدوري الممتاز. مكاسب المباراة بالأمس إن النادي الأهلي في مباراة قدر يفوز بنتيجة كبيرة رباعية، وشفنا رباعيات مارسيل كولر اللي بدأت تظهر مرة تانية على الساحة الكروية في الدوري المصري. امبارح أيضا شباك النادي الأهلي النظيفة، ودي من العلامة المميزة. دايما بنقول إن الفريق البطل اللي يقدر يحصد بطولة أو عينه دايما على البطولة دايما بيكون عنده دفاعات قوية، فعلشان كده ده رقم مميز للنادي الأهلي إن بالأمس تخرج شباك النادي الأهلي شباك نظيف. زي ما احنا شايفين الأهداف وهي معروضة قدامنا كلها أهداف ملعوبة، وكمان الكرات الثابتة ليها مفعول السحر بالأمس، ودي من الحاجات اللي بتظهر شغل الجهاز الفني وكمان اللعيبة ومدى تركيزها. تواجد جمهور النادي الأهلي اللي دايما داعم ومساند في كل الأوقات وفي كل المباريات وفي كل الملاعب، هدف من الأهداف الحلوة وهدف في متابعة، وطبعا لعبة متفق عليها، وشايفين أسامة أبو علي وهو جاي من العارضة البعيدة لتحت وهو بيسدد، والمتابعة من طاهر محمد طاهر. الهدف الثاني اللي قدر يحرزه عمرو السولية أيضا من متابعة جيدة. بالأمس امبارح شفنا طاهر محمد طاهر وهو بيتألق، شفنا خالد عبد الفتاح وهو بيتألق، ده علشان الكلام الكتير اللي كان بيظهر الفترة اللي فاتت، وهنا دور جمهور النادي الأهلي. كل ما بتلعب مباراة وكل ما بتقرب على مسابقة الدوري الممتاز من حسمها هتلاقي كلام كتير، هتلاقي كلام عايز يودي اللعيبة لخارج التركيز، أصل خالد عبد الفتاح النادي الأهلي هيستغنى عنه. ده الهدف الثالث برضو من كرة ثابتة محمد عبد المنعم المعتاد على هذه الكرات إنه يقطع على العارضة الأولى، وشفناه في نهاية دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد، لكن كانت من ركنية، ولكن دي كانت من كرة ثابتة فاول خارج ال 18 وقطع وحطها، يعني ولا احسن ولا احلى مهاجم، سريعه وصعبه على حارس مرمى طلائع الجيش. الهدف الرابع اللي انا بعتبره هدف من احلى اهداف الدوري الممتاز، وهنا بقى الهمسه واللمزه والمهاره العاليه من الوافد الجديد وسام ابو علي اللي بيحقق ارقام جيده جدا مع النادي الاهلي منذ قدومه في الموسم الاول ليه مع النادي الاهلي. طاهر محمد طاهر بيحطها بمعلمه في مكان حلو قوي، وهنا مفيش توقيفه ومحضر ومجهز نفسه وبوش رجله الخارجي صعبه جدا على حارس مرمى النادي الاهلي. اهداف كلها ولا احلى ولا اروع. خلونا اروح لحضراتكم واقول جمهور النادي الاهلي المساند والداعم دايما للفريق اللي بنشوفه في كل الملاعب، تلعب في اسكندريه، تلعب في القاهره، تلعب في اي مكان، دايما جمهور النادي الاهلي ليه تواجد، ليه دعم، ليه مسانده، ليه اهميه مع فريقه دايما. الفتره اللي فاتت شفنا كلام كتير، وهتشوفوا الكلام اللي جاي ده خلال الفتره اللي جايه ايضا. في لعيبه النادي الاهلي هيستغنى عنها، في لعيبه ماشيه، وهقول لكم امثله. خالد عبد الفتاح كان كلام كتير، خالد عبد الفتاح اسير الدكه ما بيلعبش، النادي الاهلي هيستغنى عنه. طاهر محمد طاهر النادي الاهلي هيستغنى عنه، احمد عبد القادر هيحترف معرفش فين. لكن شوف اداء خالد عبد الفتاح، منتهى القوه، منتهى الرجوله، بيلعب في الباك رايت، يلعب في المساك، بيقول للعيبه او بيقول للجهاز الفني وبيقول للجماهير لا انا استحق الفرصه ان انا اكون موجود في النادي الاهلي. طاهر محمد طاهر اللاعب المجتهد
اللي بتقول له العب وينج رايت يلعب وينج ليفت يلعب، العب باك رايت يلعب. هي دي الروح المطلوبه خلال الفتره اللي جايه. علشان كده دور جمهور النادي الاهلي لازم دايما، مش عايزين نلتفت للكلام والشائعات الكتير، عايزين دايما نخلق جو صحي وجيد للفريق علشان المنافسه المهمه جدا. لعيبه النادي الاهلي لما بنتكلم بالامس ده الفوز العاشر على التوالي لعيب النادي الاهلي. بتتكلم في 21 مباراه النادي الاهلي بيحصد 51 نقطه. عندنا المباراة الجاية يوم الخميس القادم مع الداخلية، وشفنا المباراة الداخلية اللي فاتت اللي انتهت بفوز النادي الأهلي 2-1 كانت المباراة عاملة ازاي. مفيش مباراة سهلة، مفيش مباراة سهلة في بطولة الدوري الممتاز. كل المباريات صعبة، كل المباريات مباريات كؤوس. المباراة اللي جاية في فرق هتلاقوها بتنافس أو بتصارع على الهبوط، الداخلية واحدة منهم، فمش هتلاقي مباراة الداخلية مع النادي الأهلي مباراة سهلة. علشان كده لعيبه النادي الاهلي لازم يكون في تركيز جدا، لازم في حرص، لازم في من اول دقيقه في المباراه انا عايز احسم المباراه زي مباراه طلائع الجيش. حتى لو النتيجه اتاخرت بلعب لاخر ثانيه، كل اللعيبه مركزه. الجهاز الفني محتاج كل اللعيبه، بمعنى مفيش لعيب هيقدر يستحمل كم وعدد وضغط المباريات المقبله. بنشوف الروتيشن اللي بيعمله مارسيل كولر، محمد عبد المنعم بريحه، ادخل ياسر ابراهيم مع رامي ربيعه، عمرو السولية بيدخل المباراه دي يريح، امام عاشور بيدخل، اكرم توفيق، مروان عطيه، بنشوف اليو ديانج بينزل ينشط الدماء، بنشوف حسين الشحات مع احمد عبد القادر بيتناوبوا في الحته ناحيه الشمال، بيرسي تاو لما بيرجع، وسام ابو علي مع محمود كهربا المهم. وبقول رسالتي لمحمود كهربا، انت واحد من اللعيبه المهمه داخل الفريق، لكن دايما كلام الجهاز الفني والمدير الفني على راسنا من فوق، وبنحترم اي كلام واي قرارات المدير الفني. علشان كده اللعيبه الفتره اللي جايه فتره مهمه. والغريب اللي تشوفه كمان في جدول الدوري الممتاز ما بيحصلش يعني مع اي فريق في العالم، كم ضغط وكم المباريات اللي بيلعبها النادي الاهلي. كل 48 ساعة مباراة، بتشوفوا فين الكلام ده؟ تخيل بطولة الدوري الممتاز اللي هي 34 مباراة، آخر شهرين ونص تلعب فيهم 24 مباراة. كم كبير جدا من المباريات. أنت لو بتتكلم على 3 4 مباريات كل 48 ساعة هقول لك أوكي ماشي، لكن بتتكلم في 16 مباراة مضغوطين جدا كل 48 ساعة، يعني ده ظلم. ظلم كمان للعيبة هي اللي رفع اسم الكرة المصرية خلال آخر 5 سنين. لما بتشوف إخفاقات الكرة المصرية والأندية المصرية والمنتخبات المصرية، طب دور على الشعاع المضيء النقطة الإيجابية في الكرة المصرية هتطلع النادي الأهلي. ده مش كلامي، ده بالنتائج وبالأرقام وبكأس العالم للأندية وبالبطولات الأفريقية. لما بتاخد بطولتين ورا بعض وبتتظلم في بطولة وتروح كمان لبطولتين بتكسبهم، ولو كانت البطولة اللي في النص دي اللي انت يعني اتظلمت فيها كان زمانك محقق ارقام كمان يعني يعجز اي فريق في قارة افريقيا، وبالفعل انت محقق، يعجز اي فريق انه يوصل لها. علشان كده الجدول المحطوط للنادي الاهلي جدول فيه ظلم. انت النهاردة لما هتقابل بيراميدز اللي بيدعي المظلومية في الكرة المصرية، ولسه هاجي لبيانات بيراميدز وهنفند النقاط المهمه فيها وهنشوف هل ليهم حق ولا ما لهمش حق في الكلام اللي بيقولوه. انت النهارده لما هتلاعب بيراميدز يوم 12، هل النهارده عدد المباريات اللي لعبها بيراميدز قد عدد المباريات اللي لعبها النادي الاهلي؟ لا، هتلاقي النادي الاهلي لعب مباريات اكتر. النادي الاهلي اتضغط في مباريات اكتر. من بعد التوقف الدولي في 12/6 عدد المباريات اللي لعبها النادي الاهلي بالنسبه لبيراميدز اللي بيتكلم على المنافسه لا اكتر طبعا. والنادي الاهلي ناس ملتزمه الصمت. الاهلي لعب 8 مباريات وبيراميدز لعب 5 مباريات. فين العداله اللي كل يوم بيراميدز بيطلع يتكلم يقول لك العداله، التحكيم، الاستثمار وكل الكلام ده؟ والنادي الاهلي الناس ملتزمه، الناس مركزه، الناس
يعني مش باصه غير على نفسها، علشان كده النادي الاهلي ناجح. تعالوا نروح واحنا بنتكلم على الكلام ده بيان نادي بيراميدز اللي اصدره بالامس. وكل ما بيصدر بيان وكل ما بيكون في موضوع، وانا مع حق الانديه انها لما يكون نادي ليه حق يطالب بيه ما عندناش اي مشكله، بالعكس. بيان نادي بيراميدز: بل ان القرار يشير الى عدم ادراك او فهم لحجم التاثير السلبي على القيمه التجاريه للدوري المصري وضرب ثقه المستثمرين والرعاه في صناعه كره القدم. كل ما نتكلم عن الاستثمار والمستثمرين، كل ما نادي بيراميدز يتزنق، كل ما يبقى عنده مشكله، كل ما يتاجل له مباراه، كل ما اعرفش ما يحصل له ايه، يقول لك الاستثمارات في مصر، انا نادي مستثمر وهسحب استثماراتي من الكره المصريه. انا هنا بوجه سؤال للناس كلها والناس تجاوبنا والناس تكون معانا: ماذا فعل نادي بيراميدز للكره المصريه او للبنيه التحتيه الرياضيه المصريه؟ نادي بيراميدز بالمناسبه ما بناش طوبه في الرياضه المصريه وفي البنيه التحتيه الرياضيه المصريه علشان تقول تخدم الرياضه المصريه. نادي بيراميدز ما بناش استاد، نادي بيراميدز ما بناش نادي اجتماعي، نادي بيراميدز ما بناش ملعب، نادي بيراميدز عنده قطاع ناشئين المدربين فيه بتقعد بالثلاث اربع شهور ما بتقبضش، ما طلعش لعيبه للمنتخبات الناشئين والشباب والاولمبي. مش هو ده الاستثمار الرياضي زي ما احنا بنتكلم؟ قولوا لي نادي بيراميدز بنى ايه في الرياضه المصريه؟ هل النهارده لما بتشوف النادي الاهلي وهو عنده بنيه تحتيه وعنده انديه، شوفوا كم العمال وكم العماله وكم الموظفين الموجودين في النادي الاهلي وبيفتح بيوت ناس شغاله في الرياضه المصريه، مش ده استثمار رياضي؟ هل نادي بيراميدز عمل الكلام ده عشان كل ما يطلع يقول لك سحب الاستثمارات الرياضيه؟ هل النهارده عنده منشآت رياضيه بتخدم المنتخبات الوطنيه؟ بنشوف النادي الاهلي النهارده وهو عنده العاب الصالات وبينافس في كل العاب الصالات اللي بتخدم المنتخبات المصريه، سواء كره الطايره سيدات ورجال، كره اليد سيدات ورجال، كره السله سيدات ورجال، التنس الطاوله، كل الالعاب، العاب القوى، الجمباز، كل الكلام ده. هل نادي بيراميدز بيخدم المنتخبات الوطنيه عشان نتكلم عن الاستثمار الرياضي؟ هي دي كلها اسئله. طب شوف، هضرب لكم بلاش النادي الاهلي علشان الناس تقول ان احنا هنا في قناه الاهلي بنجامل النادي الاهلي. شوف نادي زي المقاولون العرب، ونادي المقاولين العرب ده من الانديه الكبيره جدا في قاره افريقيا. والمقاولين العرب كان واحد من اصحاب القوى الناعمه المصريه في قاره افريقيا كلها، سواء في المنشآت الرياضيه في افريقيا، سواء في ناطحات السحاب في افريقيا، في كل البنيه التحتيه في افريقيا. لما حب يدخل الاستثمار الرياضي وفي مصر، ماذا فعل المقاولون العرب؟ المقاولون العرب بنى استاد عثمان احمد عثمان، استاد المقاولون العرب، بنى مستشفى طب رياضي، عنده قطاع ناشئين وعنده ملاعب، يعني بتتكلم على صرح كبير بيخدم الرياضه المصريه والبنيه التحتيه المصريه. هو ده الاستثمار الحقيقي، مش الاستثمار الوهمي. هو ده الاستثمار الحقيقي اللي بيخدم الرياضه المصريه. انا بضرب لكم مثل بنادي المقاولين العرب. طب شوف نادي المقاولين العرب بحجم بطولاته. وبالمناسبه نادي المقاولين اخد الدوري الممتاز، اخد بطوله افريقيا، خد بطوله الكاس، ليه باع كبير في الرياضه المصريه وفي البطولات المصريه، وتم انشاؤه سنه 73. هل ما تم صرفه في نادي المقاولين العرب من 73 ل 2024 يوازي ما تم صرفه من بيراميدز في اربع خمس سنين؟ لا طبعا. هو ده الاستثمار وهو ده الاستثمار. علشان الناس تقارن، عشان الناس تقارن يبقى عندنا استثمار رياضي حقيقي، يبقى انا عندي ملاعب بستفيد من المستثمر زي ما بنقول. وضربنا مثل بنادي المقاولين العرب، وعندك انديه اخرى كتير. شفنا في انديه اجتماعيه، سلسله انديه اجتماعيه زي وادي دجله. وادي دجله عنده ده استثمار حقيقي، عندك انديه اجتماعيه، عندك بتخرج وبتطلع ابطال، عندك بتعمل اكاديميات لتفريغ طاقات الشباب، عندك كمان بتوظف عدد كبير من المدربين، عندك بتطلع ابطال في العاب كتير ومختلفه.
كمان شوف كم فرص العمل اللي خلقها نادي وادي دجله من خلال سلسله الانديه الاجتماعيه والمقاولين العرب وغيره وغيره. هو ده الاستثمار. علشان كلمه كل ما يحصل مشكله سحب الاستثمارات. طب فين الاستثمارات؟ فين الاستثمارات اللي انتوا بتتكلموا عليها؟ عايز اروح للامر الثاني، وكل برضو ما نتكلم التحكيم. التحكيم والنادي الاهلي اكتر نادي اتظلم من التحكيم السنه دي وما استفادش من التحكيم، وشفنا في مباريات مهمه. ولما بنتكلم على مباراه البنك الاهلي والنادي الاهلي كان كسبان 2-1 وعنده فرصه الهدف الثالث وياخد المباراه، بيتظلم في ركله الجزاء صحيحه مليون في الميه. لكن بيراميدز استفاد من التحكيم بشكل كبير جدا وبشكل صارخ، وبيطلع بيان بينتقد فيه التحكيم. التحكيم فيه بعض الاخطاء السنه دي، لكن انت حضرتك النهارده كنادي بيراميدز استفدت من التحكيم ولا لا؟ استفدت مليون في الميه. اتضررت من التحكيم ولا لا؟ لا، مفيش اي ضرر على نادي بيراميدز. شوف بيان نادي بيراميدز برضو نقطه من النقاط اللي ذكرها امبارح. يشدد النادي على اهميه دور التحكيم كعنصر رئيسي في المنظومه في اداره المباريات بطريقه احترافيه، وارسل النادي العديد من المراسلات لرابطه الانديه واتحاد الكره للشكوى في هذا الشان، ويضم النادي صوته الى صوت المنادين بضروره وجود اليه شفافيه ومعلنه لمحاسبه الحكام ومجازات المخطئ منهم، وكذلك تقدير من يقدمون اداء رياضيا احترافيا وتحفيزهم ما سيكون له ابلغ الاثر في اعطاء دفعه ايجابيه للحكام والفرق المشاركه على السواء. ده بيان نادي بيراميدز عن التحكيم، وكانه يعني ايه مظلوم، زي بقول لك ايه، ضربني وبكى وسبقني واشتكى. عارفين المثل ده ولا الاغنيه دي؟ ضربني وبكى وسبقني واشتكى. طب ما تيجوا كده نفند ونشوف نادي بيراميدز استفاد ايه السنه دي من التحكيم، وهو بيتكلم عن الاخطاء التحكيميه. اول حاجه كان في مباراه مهمه جدا، كانت مباراه مودرن فيوتشر مع نادي بيراميدز في الاسبوع 21، وكان حكم الساحه كابتن نادر قمر الدوله، وحكم الفار كابتن هشام القاضي، وكان في ضربه جزاء غير صحيحه لنادي بيراميدز في الدقيقه 90، وكانت النتيجه 2-1. كان متقدم نادي الفوز على مودرن فيوتشر، وهو فاز في المباراه على مودرن فيوتشر 2-1. دي لقطه المباراه. شوف لاعب مودرن فيوتشر المباراه دي، بص الدقيقه كام؟ 89. كانت النتيجه 1-1، وكان في ودي ركله الجزاء اللي اتحسبت لنادي بيراميدز. هل دي ركله جزاء؟ النهارده لعيب وهو داخل وقع، وهو بيقع لازم يسند على ايده، وهو بيسند على ايده الكره لمست ايده او جت في ايده، هل دي ركله جزاء؟ لا، مش ركله جزاء طبعا. دي قدر يستفيد منها نادي بيراميدز اللي بيشتكي وجاي يتكلم دلوقتي عن التحكيم. شفنا الصوره وشفنا الكره قدامنا، كانت النتيجه 1-1 في نهايه المباراه، والكابتن نادر قمر الدوله احتسب ركله جزاء لنادي بيراميدز، قدر يفوز بيها نادي بيراميدز 2-1، ونادي بيراميدز اخذ المباراه وخد نقطتين زياده عشان يتكلم بعد كده عن التحكيم. طب المباراه الثانيه كانت مباراه بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الاسبوع 23، وكان حكم الساحه الكابتن محمود وفا، وحكم الفار الكابتن حسام عزب، وكانت هدف صحيح ملغي لسيراميكا كليوباترا، وكانت النتيجه 2-1 لبيراميدز. عايزين نشوف برضو الصوره معانا، وكلنا فاكرين الكره اللي كانت بالعرض وكانت هدف صحيح لنادي سيراميكا كليوباترا وما فيهاش اي تلامس مع المدافع، ووقتها حتى يعني الفار اقر بصحه الهدف، لكن الحكم هو اللي احتسبها، كابتن محمود وفا. وبرضو قدر نادي بيراميدز يحصل الثلاث نقاط، وكان ممكن وقتها سيراميكا يتعادل وحصل على ثلاث نقاط من المباراه. المباراه الثالثه مباراه بيراميدز وسموحه، المباراه الاخيره اللي عليها كلام وعليها لغط كتير جدا، وشفنا الساحه الرياضيه والكلام فيها اللي بتستكمل واحنا مع حضراتكم على الهوا دلوقتي. النهارده نادي سموحه
شفنا كلنا شفنا الكره دي، دي هدف بيراميدز، هدف بيراميدز. الفار راح للهدف وكان بيعمل بيرسم الخطوط، الكره فيها تسلل وما فيهاش تسلل، وتناسى حكم الفار اللعبه دي وحكم الملعب الكابتن محمد سلامه وحكم الفار الكابتن محمود السوي ان في هنا تدافع او دفع من مدافع بيراميدز للاعب سموحه، والكره المفروض تكون فاول صريح، وفي فار كمان بنتكلم على تواجد فار. طب لو ما فيش فار كان يبقى الشكل ازاي؟ تخيل ما في فار وكره زي دي بتدافع تتحسب هدف لبيراميدز. دي النهارده كلها مش مجاملات لبيراميدز اللي مطلع بيان. طيب خلونا نروح لتليفون مهم معانا، الحكم الدولي السابق والخبير التحكيمي والمحاضر التحكيمي الكابتن ناصر عباس. تحياتي ليك يا كابتن ناصر. تحياتي ليك يا كابتن اسامه وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. من شويه بفند طبعا نادي بيراميدز بالامس مطلع بيان بيتكلم فيه عن التحكيم، معظم الانديه او كل الانديه استفادت من التحكيم. لو بنتكلم بالورقه والقلم النادي الوحيد اللي تضرر من التحكيم السنه دي هو النادي الاهلي، فالنت حالات نادي بيراميدز اخذ فيها 3 نقاط وكان لا يستحق فيها 3 نقاط، واستفاد من التحكيم في حوالي 4-5 مباريات. رايك يا كابتن ناصر؟ طيب كابتن اسامه تسمح لي بس تديني فرصه صغيره، هبدا بحاجه مهمه جدا بمناسبه البيانات. النادي الاهلي اصدر بيان في بتاريخ 12/5/2024 كان ليه 4 مطالب. 4 مطالب النادي الاهلي طلب بيهم كان اهمهم عنصرين مهمين جدا. العنصر الاول كان بخصوص اللاعبين المرهقين بدنيا وذهنيا نتيجه ان هم لعبوا في الدوري المصري 15 مباراه رسميه وايضا لعبوا 10 مباريات رسميه اضافيه في ذلك الفتره، منها 4 مباريات في الدوري الافريقي، 3 مباريات في كاس العالم للانديه، مباراتين في السوبر المصري، مباراه في السوبر الافريقي. ومع ذلك لما المنتخب احتاج لاعبي النادي الاهلي، النادي الاهلي لم يعني يتاخر ابدا في ظل هذه المباريات الصعبه وضغوط المباراه والسفر اللي كان اللاعبين بيتحملوا هذه الفتره. وعاوز اقول ان النادي الاهلي بيلعب باسم مصر يا كابتن اسامه، دي جزئيه مهمه جدا كانت خاصه بضغط المباريات، وده لازم نقوله. النادي الاهلي ايضا في بتاريخ 12/5/2024 كان في مطلب مهم جدا جدا، وهو النادي الاهلي دايما بيتكلم على تحقيق العداله التحكيميه بين جميع الانديه يا كابتن اسامه، وده شيء مهم جدا، كان اول من طالبه بتحقيق العدالة التحكيمية لجميع الأندية. وهنا اتكلم في نقطة مهمة جدا جدا، وهي كانت بخصوص العنف الزائد والقوة المفرطة من بعض اللاعبين ضد لاعبي النادي الأهلي. واتكلم على نقطة مهمة جدا، ان على الحكام توفير الحماية والبيئة الصالحة لجميع اللاعبين خاصة لاعبي النادي الأهلي، اللي احنا شفنا مباريات كان العنف فيها زائد جدا في هذه الفترة، بالإضافة إلى تطوير منظومة الفار، بالإضافة إلى تطوير المنظومة التحكيمية بما يحقق العدالة التحكيمية لكل الأندية. طيب نيجي نقول من استفاد ومن تأثر، وأنا بتكلم والله بتكلم بأمانة بالورقة والقلم يا كابتن أسامة، بالورقة والقلم. لما نتكلم على النادي الأهلي ونجيب مباراة النادي الأهلي تأثر فيها وخسر نقاط، النادي الاهلي اكثر نادي تاثر بالتحكيم، وهنا عندنا المباريات وعندنا الحالات، احنا مش هنقول كلام مرسل، مش هنقول كلام مرسل. ده في نقطه مهمه، ده النادي الاهلي في بعض المباريات يا كابتن اسامه كانت هناك اخطاء تحكيميه ضده، ولكن بفوز الاهلي هذه الاخطاء نتيجه المباراه عدت الاجواء. هذه مباراه اكثر من 5 مباريات النادي الاهلي بيحقق الفوز، وعاوز اقول ان الاخطاء اللي موجوده ضد الاهلي بتتنسي نتيجه ان الاهلي بيفوز، ولكن احنا عندنا مباريات كثيره يا كابتن النادي الاهلي تاثر فيها، وانا هقول لك على سبيل المثال مباراه الاهلي والبنك الاهلي، مباراه ايضا الاهلي وبلديه المحله. لما اروح للمنافس، وزي ما قلت لما نتكلم في 4 مباريات للمنافس يا كابتن اسامه، جوله 21، جوله 23، الجوله 28 و27، من تعادل لفوز في اول مباراه كانت ما بين بيراميدز وفودر فيوتشر. احنا معانا الاول اللقطه بتاعت النادي الاهلي ومباراه البنك الاهلي وركله الجزاء الصحيحه للنادي الاهلي اللي ما احتسبهاش الكابتن محمود البنا، وكان على الفار الكابتن الحنفي. هذه المباراه كابتن معروفه وكانت في الجوله 15 بالظبط كده، الدقيقه بالظبط 76 النادي الاهلي كان فايز بهدفين مقابل هدف، بنتكلم في ركله الجزاء بكل المعايير بكل الخبراء التحكيمي تتحسب تبقى النادي الاهلي، هنا بنتكلم في هدف ركله جزاء مهمه قوي،
2-1 ممكن تبقى 3-1 يعني المباراة خلصت وثلاث نقاط للأهلي. هنا بيروحوا النادي الأهلي خسر هذه المباراة بهذه الحالة التحكيمية اللي أعتقد كل من حللها اتكلم ان دي ركلة جزاء صحيحة يا كابتن أسامة. أدي أول ثلاث نقاط للنادي الأهلي بيروحوا في هذه المباراة. بنتكلم كمان في مباراة يعني عاوز أقول لك مدى العنف اللي تم فيها ولم يتخذ الحكام أي إجراء. نتكلم على مباراة بلدية المحلة الأهلي وبلدية المحلة اللي انتهت بفوز النادي الأهلي. بنتكلم في الدقيقة إيه؟ في الدقيقة 36 تقريبا بطاقة حمراء مفروض تطلع وتشهر للاعب البلدية. النهاردة الحكم لم يحتسب المخالفة ولم يشهر البطاقة الحمراء. عنف زيادة على أكرم توفيق. ومعانا اللقطة وأنت بتتكلم يا كابتن ناصر بنعرض اللقطة والصورة وطرد 100% لاعب البلدية. وكانت المباراة في الدقيقة 35 كانت النتيجة 0-0 كمان التعادل السلبي وقتها. حضرتك قلت باللقطة والصورة وبالدليل يا كابتن أسامة وهو دوت النادي الأهلي. وإحنا لما بنجيب الحالات ما بنقولش كلام مرسل. هذه الحالة في الدقيقة 36 يا كابتن أسامة لما هذا اللاعب لم يطرد ولم تحتسب المخالفة. المطلوب تاني هذه اللعبة بنقول عليها استخدام القوة المفرطة ضد اللاعب النادي الأهلي أكرم توفيق. هنا الحكم لم يحتسب والفار لم يسدد الحكم. وبنقول هل هذا مش خطأ مؤثر؟ خطأ مؤثر إصابة لاعب ممكن النادي الأهلي هنا كسب 2-1 ولكن كان هذا خطأ مؤثر في نتيجة المباراة. ومع ذلك أكثر من مباراة أخرى النادي الأهلي فاز فيها بمثل هذه الحالات يا كابتن أسامة. هرجع بس للمنافس وده شيء مهم جدا جدا. بنتكلم على المنافس لما في أربع مباريات وأنا قلت أربع جولات بيحصل على كمان من 8 نقاط ل 10 نقاط في مباريات فيها أخطاء تحكيمية هو استفاد منها. هو أكتر من استفاد من هذه الأخطاء يا كابتن أسامة. أنا فنيت الحالات يا كابتن ناصر عشان المشاهد اللي بيتابعنا يكون معانا بالصورة دايما زي ما احنا بنجيب اللقطات دايما. عندنا أول مباراة مباراة بيراميدز ومودرن فيوتشر والحكم احتسب ركلة جزاء لبيراميدز في الثواني الأخيرة وكانت النتيجة 2-1 واحتسب ركلة جزاء في الدقيقة 90 غيرت نتيجة المباراة. وركلة جزاء المدافع أو اللاعب وهو بيقع الكرة خبطت في ايده وكان جت في ايده اللي بيسند عليها. معانا الصورة هتوهلنا يا شباب لو سمحتوا. طيب كابتن أسامة بتتكلم على الدقيقة 90 واحتساب ركلة الجزاء. هقول لك على مفاجأة كبيرة جدا. هذه الحالة تكررت في الدوري المصري بنفس نوعها بنفس هيئتها لم تحتسب ركلة الجزاء. زي ما حضرتك بتقول اللاعب المدافع بيعمل تاكلينج التاكلينج دوت الايد بتبقى سبورت للاعب لما بتيجي تنزل على الأرض يا كابتن أسامة ايدك بتبقى سبورت ليك وبالتالي هنا الايد في وضع طبيعي. هتقول لنا الصوره يا شباب لو سمحتوا. لما تيجي تحسب ركله الجزاء الدقيقه 90 المباراه كانت 1-1 تقريبا وتحسب ركله الجزاء غير صحيحه بالمره لا هنا المنافس استفاد. وهذه ركله الجزاء طبعا تم تسجيل منها هدف ركله جزاء غير صحيحه. لو بنتكلم على المعايير يا كابتن ودي مشكله التحكيم ان المعايير مش واحده المعايير مختلفة من مباراة الأخرى على الرغم من المخالفة بتبقى من نفس النوع لمسة اليد اللي حصلت فيه. معانا اللقطة يا كابتن ناصر وانت بتتكلم برضو على حالة مباراة بيراميدز ومودرن فيوتشر. وبص الدقيقة 89 و37 ثانية والنتيجة 1-1 والكابتن نادر قمر الدولة بيحتسب ركلة الجزاء لبيراميدز بعد ما النتيجة 2-1 والتعادل. بيراميدز خد نقطتين ما كانوش من حقه في هذه المباراه ايضا. يبقى اول نقطتين بنتكلم فيهم على فكره يا كابتن اسامه هنا نادر امر الدوله اشار باستمرار اللعب ولم يحتسب المخالفه ولكن هنا الفار بنقول طب ما الفار استدعى الحكم هذه الحاله نفس الحاله حصلت ولم يستدعى الفار الحكم. تمام نروح للمباراه الثانيه مباراه بيراميدز وسيراميكا. مباراه بيراميدز وسيراميكا وكان بيراميدز كسبان 2-1 وكان الهدف ده كان ممكن يتعادل بيه سيراميكا وما كانش فيها تلامس تماما. ده بالعكس المدافع هو اللي رمى نفسه هو اللي وقع نفسه وكان هدف صحيح بنسبه 100% لسيراميكا. اتفضل. هذه الحاله كابتن كانت كره ثابته طلع مهاجم سيراميكا لم يرتكب اي مخالفه اطلاقا وطلع لعب الكره براسه هدف ما كانش فيه اي مخالفه من هذا اللاعب للاسف طلعت الصافره باحتساب مخالفه على المهاجم. عايز اقول لك كابتن اسامه على فكره مش احنا بس اللي بنحلل جميع محللي القنوات ايضا أقروا أن هذه الحالة هدف صحيح لا توجد مخالفة تسبق الهدف وبالتالي بنتكلم في أيضا نقاط غير مستحقة استفاد منها المنافس. لما نيجي نتكلم في هدف التعادل وبنتكلم في الدقيقة 90 يعني خلاص المباراة كانت يعني بتلفظ أنفاسها وبعدين هنا الهدف بيتلغي لسيراميكا تأثر سيراميكا على فكرة
سيراميكا عمل بيان بعد هذه المباراه ان هو تاثر وان في هدف ملغي تم الغائه بشكل غير صحيح من الحكام. طيب المباراه الثالثه بقى، المباراه اللي بتتلعب دلوقتي على الهواء، بيراميدز وسموحه، والهدف اللي هدف التعادل لبيراميدز اللي كان من فاول صريح قبل ما حكم الفار يروح ويرسم الخطوط، لكن كان في تدافع من مدافع بيراميدز للاعب سموحه. هذه الحاله يا كابتن اسامه الحاله ايضا، شوف الكل اجمع هنا المخالفه الدفع موجوده. يعني انا شفت الحاله وهنا الحكم كان محمد سلامه ميدو، اعتقد بنسبه 100% لم يشاهد هذه الحاله نتيجه ان كان هناك لاعبين حجبوا عن الرؤيه. تكون المخالفه بهذا الشكل، الركبه والايد والدفع وجميع اركان المخالفه موجوده، وقلنا دايما لما بتيجي تحسب هدف لابد انك انت تشيك على الهدف قبل ما بتحسبه، كان هنا الفار لابد ان هو تدخل بالقرار واستدعى الحكم لإلغاء هدف. نتكلم في هذه المباراه كابتن اسامه، سموحه كسبان 1-0، الهدف ده جه في الدقيقه الاخيره من الوقت بدل الضائع من الشوط الاول تقريبا في الدقيقه 57، يتعادل 1-1. النهارده المباراه بتتعادل، خلي بالك النهارده كمان مجامله اخرى في اعاده المباراه. لما ترجع للائحه رابطه الانديه المحترفه عندنا وانت بتتكلم في ظرف قهري او ظرف حصل يعني خارج التنظيم يعني، وشفنا كلنا عربيات المطافي والحريق اللي حصل النهارده، يجب اعاده المباراه من بدايتها وفي نفس ملعب المباراه. انت النهارده انت بتعاقب سموحه، لما تاخد سموحه من استاد اسكندريه ملعبه اروح ناقل المباراه، اروح اوديه برج العرب، هي الافضليه هنا لما بتنهي المباراه لمين؟ الافضليه لبيراميدز مش لسموحه، انت بتلعبني النهارده على ملعبي. الامر الثاني واللائحه بتقول عندنا ظرف قهري باللي حصل ده وكلنا شفناه، لازم المباراه النهارده ترجع من بدايتها من بدايه الشوط الاول. كابتن اسامه حضرتك بتتكلم في نقطه مهمه، هنروح لها في النقطه اللي جايه اللي هي اللوائح. وعندما نتكلم عن اللوائح ولوائح لجنه المسابقه، كل مسابقه ليها لائحه يا كابتن، لائحه كابتن اسامه. لائحه الدوري المصري في بتكلم فيه حاجتين اثنين، يا اما المباراه تعاد بالكامل يا اما الفريق اللي تضرر يفوز 2-0. لما نتكلم على الظروف القهريه في اللائحه واضحه جدا، المباراه تعاد بالكامل، تعاد بالكامل. عارف اللي حصل يا كابتن اسامه؟ احنا ما خدناش بلائحه الاتحاد المصري وسيبنا البندين المهمين دولت اللي هي كان المفروض المباراه تعاد، ورحنا للائحه الاتحاد الدولي. بمناسبه الاتحاد الدولي، انت بتاخد بلائحه الاتحاد الدولي وانت المفترض انت عندك لائحه خاصه بيك. انا عندي لائحه وموجوده خاصه بيك. والاتحاد الدولي بيقول ايه؟ على جميع الاتحادات الاهليه والانديه، كل اتحاد اهلي بيحط لائحته طبقا للمسابقه بتاعته يا كابتن. تمام كابتن اسامه، هنا بنتكلم في ايضا عدم تحقيق العداله في مباراه كان يجب ان تعاد بالكامل طبقا للائحه لجنه المسابقه. هنروح للمباراه الرابعه، مباراه بيراميدز والمقاولين العرب، والمباراه اللي كان عليها جدل ايضا كبير اللي حكمها حكم الساعه كابتن محمد الحنفي، اللي يعني بعيد عن التحكيم بقاله سنه او سنتين نظرا لعدم تجاوزه يعني اختبارات اللياقه البدنيه وحكم المباراه. كابتن اسامه، هنا نقف شويه مع احترامنا الكبير للكابتن محمد الحنفي وله كل الاحترام والتقدير، والموضوع مش خاص به هو ابدا، ولكن طبعًا. هذه المباراه يا كابتن بنتكلم على فيتور بيريرا، وانا هقول لك بقى يعني بمناسبه اللوائح، عشان انت بتاخد اللوائح على حسب مزاجك. انت لما النهارده الاتحاد الدولي الزم الاتحادات القاريه والاتحادات المحليه بان على الحكم عشان يلعب مباريات او يتعين لابد من ان هو يجتاز اختبار فيفا فيتنس تيست. ده الاختبار الاساسي لجميع حكام مصر من اول الدرجه الثالثه. انت بتتكلم يا كابتن نصر، احنا عارضين لائحه الفيفا في اختبارات اللياقه البدنيه المعتمده. هوضح يا كابتن، هنا عندي الاختبار المعتمد يا كابتن اسامه اللي هو الفيفا فيتنس تيست، هو بيشرح هنا الاختبار. اختبار مش يعني لا داعي ما عندناش وقت نتكلم فيه، ولكن هذا الاختبار اللي يجب انك انت كلجنه حكام محليه الحكم يجريه. لو الحكم لم يوفق في الاختبار اول مره ليه فرصه ثانيه بتعيد له. ممكن اول مره نتيجه اصابه، ممكن يقدم تقرير طبي، ممكن هذا او هذا، بتدي له فرصه ثانيه. وهذا ما حدث بالفعل مع الكابتن محمد الحنفي، لم يوفق في الاختبار الاول ولم يوفق في الاختبار الثاني. والدليل على الكلام الراجل هنا اوقفوا عن اداره المباراه 12 شهر. 12 شهر هنا بيقول لك في حاجه اسمها كابتن اسامه في الاختبارات الاختياريه اللي هي دايناميك اللي هو يو تيست ويو تيست ليفل 1، دي اختبارات قياس بدنيه وليس اختبارات معتمده تم عملها
للراجل. الراجل طلع قال ايه يا كابتن؟ انا عملت لمحمد الحنفي اختبار سنجل دبل سنجل او اس دبل اس. هذا الاختبار غير معتمد بالاتحاد الدولي، انا بقول لك بس ان احنا بنتكلم في اللوائح، غير معتمد بالاتحاد الدولي. هذا الاختبار الويفا عاملاه لحكامها اختبار لقياس ليفل اللياقه البدنيه، مش اختبار حقيقي. هو قال الكلام ده وغلط، خلي بالك لما قال الكلام ده، لما قالوا له المفروض انك انت بتعمل اختبار طبقا للفيفا، مش عاوز اقول التفاصيل اللي جايه، ولكن كل خبراء التحكيم اجمعوا ان هذه المباراه يجب ان تعاد. تمام. لان شرط اساسي كابتن اسامه اخر حاجه يتجاوز شرط اساسي ان الحكم يجتاز الاختبار الطبي او الكشف الطبي ويجتاز اختبار البدني فيفا فيتنس تيست، وهذا لم يحدث. تمام. نروح للمباراه الخامسه، مباراه بيراميدز وزد، كانت في الاسبوع ال 12 وحكمها الكابتن طارق مجدي، وكان على الفار الكابتن احمد الغندور، وكانت انتهت المباراه بالتعادل السلبي 0-0، وكان في ركله جزاء صحيحه ايضا لزد، برضه تغاضى عنها حكم المباراه كابتن طارق مجدي، وتم مجابله بيراميدز وقدر ياخد كمان يعني ثلاث نقاط معانا. ومعانا الصوره الاخيره برضه، يا ريت نعرضها يا شباب. اتفضل يا كابتن ناصر. تمام يا كابتن اسامه، احنا بنتكلم في تقريبا اربع مباريات بالاختصار النهارده، يعني ما بين 8 نقاط ل 10 نقاط انت المنافس تستفيد منهم بدون وجه حق نتيجه الاخطاء التحكيميه. طب ما تيجي نروح للنادي الاهلي يا كابتن. معانا برضه اللعبه الاخيره، مباراه الزد ومباراه بيراميدز، وكان في ركله جزاء صحيح. بالظبط. احنا اتكلمنا يا كابتن اسامه دي اربع مباريات اخطاء تحكيميه، المنافس استفاد بعدد نقاط من 8 ل 10 نقاط. نتكلم في مباراه المقاولين، مباراه المقاولين يجب ان تعاد، وهنا في 3 بونت ايضا المنافس خدهم بدون وجه حق نتيجه ان الحكم لم يجري الاختبار. تعال نروح للنادي الاهلي بقى يا كابتن اسامه، زي ما قلت النادي الاهلي تاثر تقريبا بست نقاط، مباراتين في مباراه اللي هي البنك الاهلي والاهلي، مباراتين في التعادل، ولكن في مباراه اخرى النادي الاهلي لم يتاثر، او اخطاء التحكيم ما اثرتش، النادي الاهلي فاز فيها وغطى على اخطاء التحكيميه. اشكرك شكرا جزيلا يا كابتن ناصر. كابتن ناصر عباس الحكم الدولي السابق، اشكرك شكرا جزيلا، فند معانا كل النقاط، وشفنا نادي الاهلي وتاثر من التحكيم، وشفنا نادي بيراميدز وكم النقاط وكم المباريات اللي استفاد منها، وبعد ده كله بنشوف بيان بيتكلم عن التحكيم. فكرني بالمثل اللي بيقول ضربني وبكى وسبقني واشتكى. نروح لفاصل سريع، وبعد الفاصل نتواصل مع حضراتكم ونستكمل أخبار قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. أهلا بحضراتكم من جديد. نروح نتكلم بقى عن منتخبنا الأولمبي اللي عنده الأولمبياد القادمة. ناس كتير خلال الفترة اللي فاتت والفترة الجاية هتلاقي بتقعد تتكلم كلام عن النادي الأهلي كتير، النادي الأهلي رافض يودي لاعيبته، مع أن في المقابل لما ترجع شوية ورا كده شوف النادي الأهلي ومدى التضحيات الكبيرة اللي ضحاها النادي الأهلي علشان المنتخبات كلها مش منتخب الأولمبي بس. شوف النهاردة لما كان متواجد كأس الأمم الأفريقية وكان في بطولة كأس العالم للأندية، والنادي الأهلي ضحى بأهم لعيبة عنده علشان منتخبنا الوطني، وقتها النادي الأهلي ساب اللعيبة تلعب هنا، وبعد ما خلصوا رجعوا للنادي الأهلي. كان موجود محمد الشناوي وأيمن أشرف والسولية وحمدي فتحي ومحمد شريف وأكرم توفيق، عدد كبير جدا من اللعيبة، وهو ده النادي الأهلي. شوفوا قبل كده في أولمبياد طوكيو لما النادي الأهلي برضو استغنى عن أهم لعيبة عنده، كان عنده لعيبة في المنتخب الأولمبي متواجدة، وكان في ما يقرب من 5-6 لعيبة، والنادي الأهلي وقتها خسر بطولة الدوري. هو السنة دي وإحنا رايحين الأولمبياد وعندك 3 لعيبة في النادي الأهلي، بتتكلم على أحمد نبيل كوكا، بتتكلم على حمزة علاء، بتتكلم على كريم الدبيس، هي دي مش لعيبة مهمة برضو في النادي الأهلي متواجدة مع المنتخب؟ هو النادي الأهلي لما يرفض النهاردة إن لعيبة تروح من عنده في ظل انشغال إنه عنده بطولة الدوري، بطولة مهمة ومنافسة قوية بتلعب كل 48 ساعة، هو النادي الأهلي ما يعني مش زي الأندية الكبيرة النهاردة لما تشوف مثلا محمد صلاح نادي ليفربول ما رفض، يعني عشان محمد صلاح يكون متواجد، تريزيجيه كمان وبعض اللعيبة النهاردة، يعني ما أنت مضغوط وعندك برضو هدف كبير جدا. شوف المقابل منتخب المغرب، ياسين بونو ده واحد من العناصر المهمة أيضا في منتخب المغرب، أول في حراسة المرمى، لما تم استدعائه شوفوا الجملة اللي قالها، قال لك أنا بعتذر النهاردة، أنا ما ينفعش آجي آخد
فرصة حارس مرمى منتخب المغرب الأولمبي. حارس مرمى تعب واشتغل واجتهد علشان يوصل المنتخب للمرحلة دي وعلشان يكون هو موجود. ما ينفعش أجي واخد فرصة حارس مرمى منتخب المغرب الأولمبي واعتذر. هو ده المفروض ميكالي المدير الفني المنتخب الأولمبي يكون عنده ثقة في اللعيبة. وفعلا عندنا منتخب أولمبي لعيبة محترمة ولعيبة عندها خبرات، لعيبة بتلعب في الدوري الممتاز، فيهم لعيبة لعبت مع المنتخب الأول، فاحنا عندنا منتخب ويقدر يشيل. علشان كده النادي الأهلي يعني دي الحق ان هو يقول انا لعيبتي محتاجة خلال الفترة الجاية. خلونا نروح للكابتن ضياء السيد، واحد من نجوم الأهلي السابقين وأيضا مدرب منتخب مصر السابق، اللي في البداية علشان نسأله عن النادي الأهلي ونتيجة الرباعية أمام طلائع الجيش بالأمس. تحياتي ليك يا كابتن ضياء. ازيك يا أسامة، أخبارك إيه؟ إيه الأخبار؟ ربنا يخليك يا حبيبي، 100 100. شايف المنافسة الأول على الدوري إزاي؟ شايف النادي الأهلي مبارياته القادمة كلها مباريات كؤوس، مفيش مباراة سهلة ومباراة صعبة. كل المباريات صعبة بالنسبة للعيبة النادي الأهلي، وشايف مباراة الأمس ورباعية مهمة للنادي الأهلي بالأمس إزاي؟ طبعا مباريات حصد النقاط للوصول للمنافس في ماتشين عشان ان شاء الله نقدر نحسم الدوري بشكل رسمي فطبعا المطلوب انك انت كل مباريات زي امبارح. يعني مباراه انا امبارح مباراه طلائع الجيش بشوفها عنوانها الحسم المبكر. الحسم المبكر احسن طريقه للريكفري. تمام. عشان ضغط المباريات اللي انت فيه، باول ما بتنزل وبتحسم بدري تريح وتدي فرص اثنين، بتقدر تعمل التغييرات براحتك، بتوطي رتم المباراه زي ما انت عايز، ما تجهدش نفسك. فهي ده اللي المفروض انه لعيبه النادي الاهلي يعرفه، وانه ما تدخلش في المباراه من اخرها تضطر تبذل مجهود مضاعف عشان تحاول تجيب المكسب. فالحسم المبكر كان عنوان امبارح كل اللعيبه في الانتشار في الجري في الاصرار الكبير. ان انت حتى لو تشوف الجونين الاولانيين بعد ثالث كره بتخش، لكن في اصرار من اللعيبه، في كثافه عدديه زائد الاجوان الحلوه بالشكل الكويس بالتحرك بالاسيست. فانا شايف امبارح، اتمنى ان كل المباريات اللي جايه تبقى بهذا النمط وبهذا الاداء بشكل كبير جدا. مستر كولر خلال الفتره الجايه كابتن ضياء، وانت ما عندكش يعني رفاهيه فقد نقاط، يعمل روتيشن ولا يحافظ على الروتيشن بيعمله، ولا يثبت التشكيل، ولا هو مجبر ان هو يعمل روتيشن علشان بتلعب كل 48 ساعه مباراه؟ لا ما فيش حاجه اسمها تثبيت. يعني ما يقدرش. من اهم الحاجات في الحسم المبكر امبارح انك ريحت امام مثلا، ريحت يا عبد المنعم، ريحت ناس واخده اكبر عدد ماتشات في اللي جايه. فهو هيعمل روتيشن في بعض المراكز، في مراكز لعيب او اثنين ثلاثه بيقدر يركز عليهم، ما يقدرش يعمل لهم روتيشن كتير غير في الاوقات المناسبه، زي منعم زي امام لما بتيجي الفرصه يعمل لهاني نفس الشكل. لكن الروتيشن موجود وهو اللي هيكسبك ان شاء الله باذن الله. في ظل انشغال لعيب النادي الاهلي بالدوري، واحنا بنتكلم على الفترة جاية فترة مهمة جدا وفترة حاسمة كل 48 ساعة مباراة، كابتن ضياء السيد يعني في ظل انشغال لاعبي النادي الأهلي رشح مين يكون متواجد في المنتخب الأولمبي، ولا مستر ميكالي يستكفي باللعيبة اللي عنده وعنده عناصر مهمة وعناصر مبشرة في المنتخب الأولمبي؟ بص، أنا وجهة نظري، أنت شغال مع منتخب بقالك سنتين ونص، إعداد بشكل كويس وشكل قوي، واللعيبة كلها لعبت كتير مع بعض بشكل كبير جدا. كويس. أنا بشوف إنك تكمل بلاعيبتك، لأنك خد بالك موضوع الثلاث لعيبة ده ما نجحش ولا يعني ولا تجربة منتخب أولمبي قبل كده، ولا نجح في أولمبياد لندن ولا نجح في الأولمبياد اللي فاتت اللي كان مع كابتن شوقي. ما نجحتش، ما أضافتش يعني. أنت واخد بالك، وبعدين أنت ما عندكش العجز الكامل، يعني ما عندكش العجز اللي هو الوحيد اللي يفرق مع المنتخب دعائيا ويخلي الاسبوط عليك ويخلي محمد صلاح. هو محمد صلاح. لكن هتبقى الامور متقاربه جدا بشكل كبير جدا. وبعدين مساله المزايدات بالوطنيه دي مزايدات فارغه ملهاش لازمه،
وانا سمعتك في الاول حته ان النادي الاهلي بقى النادي الاهلي ما بيضحكش، النادي الاهلي عارف واجباته حقيقي. لما كان بيسيب اللعيبه للمنتخب او عارف ان ده واجبه ودي واجباته بيعملها، لكن انت لا تسلب حق حقوق موجوده للناس وبعدين تقول هي دي الوطنيه. لا، الوطنيه ان الناس تدي الحقوق كلها وطالما حقه انه يحتفظ بلاعبته في ظل موسم فاشل انت اللي عامله مش انا، انت بتحمل فشل الانديه اللي عايز تضرها وتاخد منها لاعبتها. انا بشوف ان كل ما هو سنه يسمح للمنتخب الاولمبي وميكالي عايز ياخده هو ده اللي يكون. يعني راي كابتن ضياء ان مستر ميكالي موجود معاه فرقته، عمل مباريات كتير، عمل اعداد كويس، وما يدورش وقت ويعمل شوشره على لعيبته. ما هو في لعيبه هو مجهزها سنتين ونص شغاله معاه، ما يعملش عليهم شوشره ويخليهم يطلعوا بره التركيز. ايه رايك في راي ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب الاول لما يعني حبوا يستدعوه؟ قال يعني صعب ان انا اخد فرصه حارس مرمى لاعب بقاله سنتين ثلاثة موجود في المكان ده، اجي ناخد اللقطه في اللحظه الاخيره، واعتذر عن المنتخب. وجهه نظر محترم، لكن ما حدش هيطلعه خيانه. اه طبعا يعني ما لهاش علاقه بالخيانه، انت بتناقش امور فنيه. ما لهاش علاقه بانك انت بتمنع حاجه عن الوطن. دي مزايدات، وانت عارف احنا عايشين في المزايدات طول الوقت. هاي. كابتن ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق ونجم الاهلي السابق، نشكرك شكرا جزيلا. كانت مداخله مهمه جدا مع كابتن ضياء السيد، ودايما ليه اراء مهمه ودايما ليه اراء مختلفه، وهو وجهه نظره يعني مستر ميكالي ما يعملش الشوشره حول المنتخب الاولمبي، منتخب جيد عنده عناصر جيده يقفل على فرقته، وهو عمل اعداد بقاله سنتين ثلاثه، لعب مباريات كتير وعنده عناصر مميزه ويقفل على فرقته ويلعب في الاولمبياد القادمه. نروح للنادي الاهلي واختبارات النادي الاهلي، وكل واحد او ناشئ بيتمنى الانضمام للنادي الاهلي. شفنا النادي الاهلي عمل اختبارات على مراحل، ابتدى في مدينه نصر، بعد كده راح المحافظات، محافظه الشرقيه، محافظه الغربيه، السويس، الاسكندريه، بعد كده راح بني سويف وسوهاج واسيوط، بعد كده النادي الاهلي ان شاء الله من بكره هيكون موجود في محافظه المنوفيه في ملعب استاد جامعه المنوفيه بشبين الكوم من 3 يوليو ل 5 يوليو لكل اهلنا في محافظه المنوفيه. النادي الاهلي متواجد من 3 يوليو ل 5 يوليو في ملعب استاد جامعه المنوفيه بشبين الكوم، وهيكون متواجد في محافظه البحر الاحمر من يوم 6 يوليو حتى 8 من 8 يوليو الى 10 يوليو، وبيع الاستمارات هيكون من 10 يوليو. هي دي اختبارات النادي الاهلي، وكل ناشئ بيتمنى انه يلبس تيشيرت النادي الاهلي. النادي الاهلي دايما مختلف، النادي الاهلي دايما بيشتغل باسس علميه، دايما اي موسم بيبتدي دايما بيكون فيه قياسات طبيه، بنشوف اللعيبه واصله فين في النواحي البدنيه، النواحي الطبيه، علشان كده النادي الاهلي على قطاع الناشئين بيتعمل له ميزانيه كبيره علشان نشوف لعيبه. ده الكلام اللي بيشكك في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. لما بتتكلم بالورقه والقلم هتلاقي النادي الاهلي طلع احمد نبيل كوكا، طلع كريم ندفد، محمد عبد المنعم، احمد عبد القادر، محمد الشناوي، لعيبه كتير، محمد هاني، كريم الدبيس، لعيبه كتير بدون يعني ما انسى اي حد من الاسماء. عشان تشوف اللعيبه دي بتشوف العمل على اسس ونظام علمي. هو ده اللي ابتداه النادي الاهلي الموسم بتاعه ان شاء الله للفرق الجمهوريه، هيبتدي ان شاء الله من يوم الاحد القادم. النادي الاهلي بقاله اسبوع بيعمل اختبارات وقياسات طبيه، وعندنا هنا بعض اللقطات وبعض الصور اللي بتتعمل في بدايه الموسم وبتتم ايضا في وسط الموسم وفي نهايه الموسم عشان نشوف اللعيبه في القياسات الطبيه والبدنيه واصله لايه. تعالوا نروح نشوف تقرير القياسات البدنيه لقطاع الناشئين، وبعدها نروح لفاصل، وبعد وهيكون معايا بعد الفاصل لاعبي 2007 محمد عاطف واياد تامر، ولكن بعد الفاصل.
الامور ستيب باي ستيب ماشيه كويس الحمد لله، احسن احسن كتير كتير كتير، بنتحسن يعني. احنا هنا بنكمل شغل اللي كانوا موجودين الكابتن خالد بيبو والناس اللي كانت معاه، وده النادي الاهلي علمنا كده ان احنا نكمل شغل بعض، مفيش حد بيعمل حاجه لوحده. حتى اما كان الانجازات اللي عملتها دي مش انا لوحدي، كنت لوحدي فيها، كان معايا زملاء كتير جدا، مش عايز انسى حد، ساعدوني جدا في ان احنا نعمل اجيال للنادي الاهلي، وده اللي انا بدور عليه دلوقتي. حتى في البدايات بعمل من السن الصغير علشان اعمل اجيال متعاقبه للنادي الاهلي، سواء انا موجود حي او ميت اللي بعديه يكمل، وده وضع طبيعي جدا. وده قدرنا ان احنا بنشتغل في نادي بيشتغل مش ليه بس، بيشتغل للمنتخبات المصريه. زي ما قلت لك احنا بنشتغل في النادي الاهلي، والنادي الاهلي بيفكر في مصر، فبيفكر في اولياء الامور ولي الامر اللي هو ما عندوش امكانيات يجي النادي الاهلي يصرف له 1000 جنيه في اليوم اللي هيجي في الاختبار. فالكابتن محمود الخطيب كان ولجنه التخطيط كانت سباقه جدا في ان احنا نروح للولد البيت. في ارهاق على المدربين، وده وارد جدا، لكن احنا بقى عندنا جلد كبير جدا في، وبقى عندنا خبرات في التعامل سواء مع الاولاد في الاختيارات او في الانتقاء بمعايير احنا حاطينها ثابته، وفي نفس الوقت عندك خبرات حتى في التعامل مع اولياء الامور، بحكم ان في كل ولي امر جايب ابنه ميسي، وده طبيعي، ده غالي جدا، واحنا بنحاسب جدا في التعامل معاهم، لان ده ولد لسه المفروض انه بيبتدي حياته في الكوره، فما ينفعش يبقى فيه صدمات او ان انت تقول له لا ما بيع. لا كل الولاد كويسين، لكن النادي الاهلي ليه معايير واسس بيختار عليها، لكن القصه متعبه. متعبه، هو من الاساس في المراحل السنيه الصغيره لغايه سن مثلا 12 سنه ما فيش حاجه اسمها العب في مركز واحد كويس، يعني ممكن تلعب مرأس حربة ممكن تبقى جول، وده وارد، خد بالك. وفي لعيبة من خلال كان بيلعب مثلا فيرود ورجعته جول، بقى جول في منتخب الامارات، ده وارد في السن ده. بعد ما بيطلع يلعب حداشرات المفروض لغاية ما يقابل الفرقتين اللي هم تحت الدرجة الأولى الولد يبقى مر عليه كل طرق اللعب كويس، عشان يبقى عنده مرونة تكتيكية في أي وقت يطلب منه أي طريقة لعب يلعب، ما يبقاش عنده مشكلة، اتمرن عليها من قطاع الناشئين. لكن الفرقتين اللي هم تحت الدرجة الأولى لازم يرتبط بأسلوب وطرق لعب الفريق الأول، عشان ده أقرب ناس هتطلع، أقرب ناس تطلع، ممكن يستعين بواحد ولا اتنين، مش هياخد وقت معاه عشان يعلمه يعني إيه تكتيك ويعلمه يعني إيه أداء خططي وحاجات زي كده. الحاجات دي جاي لك جاهز متمرن نفس اللي أنت طريقة اللعب بتاعتك، أسلوب اللعب بتاعك هو شايفه بيتدرب عليه وبيلعب بيه في قطاع الجمهورية والمسابقات الناشئين. احنا عندنا 3 أيام كاسات، وبعد كده الفرق اللي ما عملتش كاسات هتكمل تاني بعد كده، وهنبتدي من الاسبوع الجاي الفرق البراعم وقطاع الناشئين هيشتغلوا، في فرقه هتشتغل 3 أيام في الاسبوع، وفرقه هتشتغل 4 أيام، والفرقه الكبيره هتشتغل 5 أيام وتريح يوم، وبعد كده نعمل معسكر في اسكندريه من اسبوع ل 10 أيام، وبعدين نرجع استعداد للمنافسات سواء في دوري منطقه القاهره البراعم او في قطاع الجمهوريه للفرق اللي هي الناشئين. في خطط، 3 خطط، خطه قصيره المدى وخطه متوسطه وخطه كبيره المدى. احنا دلوقتي في مش 40 شويه، احنا كناس موجوده على قصه قصيره المدى، وفي نفس الوقت المتوسطه موجوده واللي هي بدانا فيها اللي هي طويله المدى، اللي هي بدانا بالبراعم تحت، ودي اول مره تحصل في مصر ان انت يبقى عندك قطاع فيه مواليد 2018 و2017 و2019 كويس، فدي حاجه للمدى المستقبل. اللي في الوسط دي لسه ما جبنالهاش، لكن احنا دلوقتي في القصير ده بنحاول نجمع اللعيبه المميزين في كل مرحله سنيه، ونبتدي نعمل لهم برنامج خاص بيهم لكل مركز لكل لاعب عن طريق المدربين الموجودين عندنا. يعني احنا عندنا مدربين متنوعين، مدرب مدافع، مدرب وسط ملعب، مدرب مهاجم، وفي طبعا الكابتن ناجي معانا في حراس المرمى، حاجه كبيره جدا وحاجه عظيمه جدا، واسم كبير في الكوره في مصر، موجود برده معامل المدربين بتاعته، بيديهم البرامج وبيديهم الخطط اللي هيشتغلوا بيها، وده بنحصره من السنه اللي فاتت اللي احنا اللي انتهت. يعني بقى عندنا بلان اللعيبه اللي موجوده، ان اللعيبه ممكن تكمل من وجهه نظرنا.
اهلا بحضراتكم من جديد. خلوني في البدايه ارحب بلاعبه فريق 2007 محمد عاطف. منورنا يا محمد. ربنا يخليك يا كابتن. اهلا بحضرتك، فرحان موجود مع حضرتك النهارده، وفرحان مبسوط ان انا طالع على قناه النادي الاهلي. وايضا حارس مرمى فريق 2007 اياد تامر. منورنا يا كابتن اياد. اهلا بحضرتك يا كابتن. يعني قبل اي حاجه شكرا على التقديم الجميل ده، وليا الشرف طبعا ان انا قاعد مع حضرتك طبعا، وان انا طالع على قناه النادي الاهلي طبعا. مبسوط جدا، مشرفنا ومنورنا. خلينا نبتدي مع محمد عاطف. مين الكابتن فيكم الاول؟ اياد. طب خلاص نبتدي باليمين برضه. نبتدي محمد عاطف. محمد، عايزك في البدايه يعني تعرف نفسك لجمهور النادي الاهلي. مركزك، انضميت للنادي الاهلي سنه كام؟ انا انضميت للنادي الاهلي سنه 2015. كنت في اكاديميه اسمها ارينا. كان عندنا ماتش ودي مع النادي الاهلي. كويس. طبعا كابتن محمد ابصر طبعا صاحب الاكاديميه، ليه فضل كبير عليا بعد ربنا طبعا. يعني بقالك 9 سنين في النادي الاهلي. بقالي 9 سنين في النادي الاهلي. رحنا والحمد لله عملت ماتش كويس قدام النادي الاهلي. وكان كابتن تامر حفني اختارني كابتن محمد عبد العزيز زيزو. اول واحد شافك كابتن تامر. كان كابتن تامر حفني. بتلعب في فريق 2007. بلعب في فريق 2007. مركزك؟ بلعب باك رايت، وكابتن اسامه زكي السنه دي وظفني في حته الديفندر. وبلعب 8 برضه. تمام. اياد. انا يعني كنت بلعب، انا طول عمري بلعب في النادي الاهلي من وانا حتى صغير، بس كنت بلعب في النادي في الاكاديميه في الشيخ زايد. كان ساعتها ماسك الاكاديميه كابتن جميل عبد الصمد. ليه فضل كبير قوي عليا طبعا. بعدين كان في ماتش ضد القطاع الناشئين يعني، بس كان 2006، فانا كنت مساعد ساعتها مع 2006 بس في الاكاديميه. اختارني كابتن تامر حفني وهو اللي طلعني يعني الناشئين. كابتن تامر برضه يعني. كابتن تامر هنا. كابتن تامر. كابتن تامر حفني هو اللي طلعني. اول ما ابتديت كنت حارس مرمى اياد ولا لا؟ انا كنت لاعب وبعد كده حولت. انا طول عمري بلعب حارس مرمى. انا طول عمري جول، بس انا كنت بلعب بس على صاحب رجلي كده. لكن طول عمري حارس مرمى. تمام. عاطف، يعني عايز اعرف برضه مين المدربين اللي مرنوك خلال 9 سنين دول في النادي الاهلي؟ في كابتن محمد عبد العزيز زيزو. ده اول مدرب ابتديت معاه. كان اول كابتن محمد عبد العزيز زيزو. كابتن شريف عبد الفضيل. كويس. وكابتن اسامه زكي. وكابتن تامر. يعني في ناس كتير قوي مش عايز انسى حد والله يعني. ويعني بس اشتغلت اكتر مع كابتن اسامه زكي. يعني مرنت معاه، كان مسكنا قبل كده سنه في البراعم. الحمد لله قدرنا ناخد السنه دي، ومسكنا 3 سنين جمهوريه. وقدرنا نحقق اللقب 3 سنين على التوالي الحمد لله. مين المدرب اللي انت بتقول ما شاء الله الاسماء دي، مين المدرب اللي يعني اللي ساب فيك بصمه وتعلمت منه كتير؟ هو اكيد كابتن اسامه، لان كابتن اسامه يعني مرنت معاه كتير. كابتن اسامه زكي. كابتن اسامه، انت قلت لي ان كابتن اسامه انت كنت بتلعب باك رايت او بتلعب مركز 8 وحولك باك رايت. كان كابتن السنه دي يعني في اول الموسم كنت بادئ باك رايت. بتلعب اصلا باك رايت؟ بلعب باك رايت اصلا. و يعني في نص الموسم كده. بس انا لما شفتك في وسط الملعب انت افضل من باك رايت كمان. الحمد لله اجدت يعني فيها. اجدت فيها بشكل كبير. الحمد لله. هو بقى بعد كده في نص الموسم كده لعبني 6. والحمد لله اديت فيها بشكل كويس. وبعد كده دخلنا على طول زد زي ما حضرتك قلت. لعبت باك رايت. ويعني مع ظروف الماتش يعني نزلني نص ملعب. والحمد لله. طب ايه رايك في فكره ان اللعيب يلعب في كذا مركز؟ يعني انا فرحان يعني ان انا بلعب في كذا مركز. انا بلعب نص ملعب وبلعب 6 و8 وبلعب باك رايت وبلعب باك ليفت. وساعات كابتن اسامه بيحطني مدافع. يعني الحمد لله انا فرحان ان انا بلعب في كذا حته. تمام. اياد، قول لي بقى في حراسه المرمى المدربين اللي اشتغلت معاهم. المدربين حراسه؟ معاك انا التعامل المباشر معاك مع مدرب حراس المرمى غير المدير الفني للفريق. اول سنه كان كابتن علي خليل. ومسكني كابتن انور. ومسكني كابتن ايهاب خميس طبعا. ده يعني برضه ليه فضل كبير قوي عليا. وكابتن ابراهيم عبد الجواد. وكابتن اسامه ابو هاشم. دول مدربين. اتعلمت ابرز الحاجات اتعلمتها من المدربين في حراس المرمى ايه؟ اتعلمت ايه ولا اتعلمت من مين اكتر حاجه؟ اتعلمت من مين اكتر حاجه؟ كابتن ايهاب خميس بصراحه علمني حاجات كتير قوي. وبصراحه برده كابتن ابراهيم عبد الجواد. الاثنين اشتغلوا معايا بصراحه شغل هم يمكن ليهم الافضليه ان انا مستواي يبقى كويس يعني. واحنا بنذيع الفيلر اللي كان في الاول بعض اللقطات والصور، شفتك وانت بتتمرن مع الدرجه الاولى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وكان حمزه علاء واياد تامر. الحمد لله. طبعا احب برضه اشكر كابتن احمد ناجي قوي لان هو السبب في ان انا اكون موجود يعني في الفريق الاول. كويس. بصراحه هو جالنا يعني السنه دي جالنا السنه اللي فاتت قصدي. هو عمل معايا شغل يعني وليه فضل كبير قوي عليا. هو اللي طلعني الدرجه الاولى. معانا اللقطه. بص معانا اللقطه والصور هنا.
شعورك ايه وانت بقى يعني في وسط عمالقه كبيره، محمد الشناوي ومصطفى شوير، حمزه علاء، اياد تامر، وخلي بالك الاربعه كده يعني صنع في الاهلي زي ما بيقولوا، يعني من قطاع الناشئين في النادي الاهلي، وانتوا طالعين ولاد صغيرين لما لعبتوا فرق المراحل السنيه كلها مرورا بالدرجه الاولى. يعني طبعا بص انا بصراحه مش هشجع عليك، اول مره طلعت كنت حاسس ان انا في رهبه كده شويه، بس كابتن مصطفى شوبير وكابتن حمزه علاء وكابتن محمد الشناوي طبعا كلموا معايا، يعني ابتديت بقى اخش معاهم في المود واحده واحده لحد الحمد لله كنت كويس يعني. كويس. عاطف عايز اسالك عن بطوله الدوري السنه اللي فاتت، خدت بطوله الدوري 2007 كانت بطوله قويه جدا. اصعب المباريات فيها، شكل المنافسه فيها، ما شاء الله انتوا كسبتوا الزمالك وعملتوا مباريات كبيره. هو اكيد اصعب المباريات، انت بتتكلم حضرتك على السنه اللي فاتت صح؟ الموسم اللي انتهى. الموسم اللي انتهى كان اكيد اصعب مباراه ماتش انبي، لاني كان بينافسنا طول الموسم لحد اخر ماتش، هو اللي كان ماشي معانا ند بند فعلا حتى اخر ماتش، وماتش فاركو برضو. فاركو في اول الموسم كان عشان كنا لسه في بدايه الموسم، بس الحمد لله يعني قدرنا نكسب. وماتش الزمالك اكيد يعني رايح جاي، هو الماتش الماتشين كانوا عندنا بنظام الدوري يعني، بس الحمد لله يعني قدرنا نكسب. يعني كابتن اكيد كابتن محمد شوقي رايح جاي. كسبتوا مباراه كانت في مدينه نصر في اخر ثانيه، ده كان تاحة اللي جاب الجون في الدقيقه 90. كان اكيد يعني كابتن محمد شوقي بيكلمنا، وكابتن بدر، كابتن وليد سليمان، احنا بنلعب يعني النادي الاهلي، بتلعب اسم تيشيرت النادي الاهلي، لازم دايما تلعب على المركز الاول. وقدرنا نكسب يعني الحمد لله الدوري في نهايه الموسم. عايز اعرف برضو المباراه اللي انتوا كنتوا عاملين حسابها وانت ماشي ند بند، انت قلت لي انتوا والمقاولين، انتوا وامبي يعني ند بند في بطوله الدوري. المباراه اللي كنتوا وانتوا رايحين احنا عاملين حسابنا مركزين فيها قوي، هي دي المباراه اللي احنا هنخلص فيها الدوري السنه دي. هو مباراتين الصراحه يعني، الزمالك ماتشين الزمالك، ماتش الزمالك وماتش امبي اخر ماتش اللي هو في رمضان، اللي كان في رمضان ده اللي تعادلنا 2-2 ومحمد هيثم احرز الهدفين. صح، دي كانت مباراه صعبه. كانت مباراه صعبه فعلا، كنا رايحين مركزين قوي، كمان هم كانوا يعني كسبونا في ماتش في زد طلعونا يعني، فاحنا كنا رايحين عاملين حسابنا ان احنا لازم نكسب، احنا خلاص صفحه وانتهت بتاعت ماتش زد، عايزين ناخد الدوري بقى. تمام، الحمد لله قدرنا نكسب الماتش. نفس الكلام لاياد، انت كابتن الفرقه اياد صح؟ احنا طبعا يا كابتن احنا النادي الاهلي، فاحنا بالنسبه لنا مفيش ماتش رايحين، احنا كل الماتش عندنا مهمه. ما ينفعش ولا نتعادل ولا نخسر، عشان التعادل عندنا بطعم الخساره يعني، فاحنا لازم كل الماتشات بنبقى رايحين عاملين حساب ان احنا نكسب. فبنبقى كل ماتش عاملين اهميته، والحمد لله يعني ربنا بيوفقنا في كل ماتش. طب وانت كابتن الفرقه يعني عايز برضو اعرف في التعليمات اللي انت بتقولها للعيبه في دوري، انا برضو وقت وانتوا متعادلين وانتوا خسرانين الاجواء برضو. انا طبعا دوري بتعلم برضو من كابتن سليمان وكابتن محمد شوقي وكابتن بدر رجب، كل المدربين بكلمهم اللي هو ايه، احنا لازم نكسب النادي، احنا النادي الاهلي ما ينفعش نخسر ولا نتعادل، احنا النادي الاهلي لازم نكسب، متعادلين او خسرانين نخش نكلم بعض، كلنا بصراحه بنكلم بعض من فوق بعض في الاوضه، لازم ننزل يعني لو الشوط الاول فيه اي حاجه بننزل الشوط الثاني كلنا مركزين وكلنا بنكلم بعض في الملعب، وهي الروح مش اكتر يعني عشان النادي الاهلي. فاكر احسن صد ليك في الدوري كانت صدت ايه؟ انا فاكر، انا فاكر ماتش الزمالك. كان في انفجاره كده في الاخر كانت جامده قوي، وكان في ضربه الجزاء برده، ضربه الجزاء في المباراه الاولى في مباراه الزمالك الاولى. ودي كانت احسن صد ليك. الحمد لله. تمام، خلينا نروح لفاصل سريع، وبعد الفاصل هستكمل الحوار مع لاعيبه فريق 2007 محمد عاطف واياد تامر، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. محمد، واحنا كنا بنزعل لكم هنا المباريات على قناه النادي الاهلي، زعلنا لكم مباريات كتير، واخر مباراه كانت مهمه كانت مباراه المقاولين اللي انتوا فزتوا فيها بالدوري. شعوركم ايه وانتوا بدانا نزيع على قناه النادي الاهلي مباريات الفرق 2007، بدات اللعيبه تعرفكم، بدات الناس تتابع دوري 2007 وهو واحد من الدورات المهمه والدورات القويه؟ هو اكيد كان في مسؤوليه كبيره علينا طبعا، وكمان بالاخص ده ماتش الدوري طبعا، يعني اخر ماتش لو كسبناه ناخد نتوج بالبطوله. فاكيد يعني كلمنا بعض ان احنا لازم نكسب اخر ماتش، تعبنا طول الموسم عشان الماتش دوت. كنتوا قلقانين وخايفين ولا مبسوطين ان احنا المباراه هتتزعل لنا؟ لا، احنا اكيد مبسوطين. دي بعض الاهداف ليك يا محمد، انت من اللعيبه اللي بتشوط ركلات جزاء. ركلات جزاء. اتفضل. كابتن يعني اكيد كلمنا بعض طبعا قبل ما ننزل في الماتش، لازم يعني اخر ماتش طبعا تعبنا طول الموسم
والحمد لله يعني قدرنا ننزل ماتش ونكسب. انت من اللعيبه اللي موجوده كمان واحنا معانا لقطات منتخب مصر 2000 منتخب مصر 2008 ده كان في الجزائر. صح كده البطوله كانت 2007 وشاركوا فيها بسن 2008 وحوالي 3-4 لعيبه اللي انضموا. كنت انت واياد موجودين من ضمن اللعيبه دي. الحمد لله. شعورك وانت اول مره تلبس بقى تيشيرت منتخب مصر؟ انا اكيد كنت فرحان يا كابتن، يعني تعب والدي الله يرحمه وتعب امي واخواتي واهلي طبعا. انا بشكرهم طبعا وبشكر والدي الله يرحمه، واكيد يعني كنت مبسوط ان انا لابس تيشيرت منتخب مصر، وكان سفريه يعني كويسه مع كابتن احمد الكاس الحمد لله. ابرز المباريات اللي كانت فيها، احنا عارفين دي كانت بطوله شمال افريقيا. كان فيها منتخب تونس والجزائر والمغرب وليبيا، صح كده؟ كان اول ماتش تونس وثاني ماتش ليبيا وثالث كان ثالث ماتش المغرب صح يا اد ورابع ماتش الجزائر. المباراه الاصعب كانت فيهم كانت مباراه ايه؟ كانت مباراه احنا كنا عاملين حساب لماتش المغرب طبعا وقدرنا نكسب، يعني كان يعتبر كان اسهل ماتش الحمد لله. وكان اصعب مباراه كانت الجزائر، لان الجزائر كان بينافسنا وكان وسط جمهوره بقى. كانت البطوله بتتلعب في الجزائر على ملعب كان على ملعبهم وقدرتوا تحصدوا البطوله دي. الحمد لله. تمام اياد، عايز اروح للنقطه قبل ما اروح منتخب مصر، اذاعه المباريات على قناه النادي. هو طبعا يعني بنحس انها مسؤوليه كبيره علينا، ان احنا لازم نظهر بشكل كويس كالعاده طبعا، وطبعا اللعيبه يعني بيبقوا برده مركزين في الماتش وان هم عاملين حساب ان احنا الناس هتشوفنا وكده، فبيبقوا مركزين في الماتش. انتوا مبسوطين؟ هو طبعا اي حد يعني يتمنى يطلع التلفزيون ويتشاف، يعني طبعا كان اللعيبه كلها مبسوطه، بس ده برده ما يمنعش ان اللعيبه كلها كانت مركزه في الماتش، يعني ما كانوش حاطين الموضوع اللي احنا الماتش هيتزعق في دماغهم، كانوا ناسيين الماتش. مش في اخر مباراه المورين لقيتك احتفلت وكان في شماريخ وكان في احتفالات في ارض الملعب في مدينه نصر، كانت احتفالات كبيره شويه. تعب موسم كامل يعني الحمد لله ما راحش على الارض، وكمان احنا كسبنا اخر ماتش ده وانبي كانت ورانا بنقطه، يعني احنا لو كنا وقعنا كان دي هتبقى بالنسبه لنا مشكله، فالحمد لله. دي احدى صداتك كانت صدات دي، كانت مباراه دي ركله الجزاء كانت في مباراه الزمالك، ودي كانت نقطه تحول في المباراه دي. طبعا يعني كانت في وقت بدري قوي، دي تقريبا في الدقيقه الثامنه ولا حاجه في الماتش كانت، فرجعتني ورجعت الفرقه طبعا للماتش. انتوا كل مبارياتكم مع الزمالك كسبتوها؟ كلها كسبناها. وكنتوا بتكسبوها ذهاب وعوده، مباراه ذهاب وعوده مفيش ماتش وفي مدينه نصر، صح كده؟ ايوه صح. طيب نروح للقطاتك مع منتخب مصر، انت برده كنت من اللعيبه اللي شاركت مع منتخب مصر في 2008 البطوله اللي كانت مع الكابتن احمد الكاس، شفت البطوله دي ازاي؟ يعني طبعا كنا رايحين منتخب مصر مسؤوليه كبيره قوي علينا، فيعني مسؤوليه كبيره طبعا، فاحنا طالعين مهمه ان احنا ناخد البطوله ونرجع. والحمد لله يعني ان وجودي ارجع اللقطه الثانيه دي كده يا استاذ برجاوي، كره ثابته اللي فاتت دي، وعايز يعني اياد هو اللي علق لي عليها، كانت في مباراه زد، كره صعبه رايحه في الجول، تصديت لها بشكل رائع. الحمد لله. دي كانت في مباراه زد. انا الكره دي يعني انا وقفت الحيطه وكنت راجع اقف، انا في ثانيه بالظبط انا عقبال ما يعني يا دوبك وقفت على رجلي لقيت الكره بتتلعب، فانا لعبها بسرعه. ده بسرعه يعني، انا وقفت الحيطه قبل ما الحيطه حتى ظبطت الحيطه وراجع اقف في الجول لقيت الكره بتتلعب، فالحمد لله انا قدرت يعني اخد الخطوات بسرعه. طب قول لنا اللقطات دي في مباراه ايه دي؟ في استون فيلا، دي استون فيلا في دوري زد، في بطوله زد في ملعب زد في التجمع. وهنا دي كانت مع منتخب مصر، دي منتخب مصر، دي ده ماتش الجزائر. لا ايوه ده ماتش الجزائر. ماتش الجزائر اللي محمد عطف بيقول لي ده كان اصعب مباريات لينا. كنتوا مضغوطين طول 90 دقيقه في المباراه دي، ما احنا كنا مساحه، كان الماتش ده اللعيبه كانت نازله مهزوزه شويه. اللقطه دي كانت في مباراه الزمالك ايضا صح؟ مباراه الزمالك، ودي كانت التصدي انت بتقول لي عليه، تصدي مهم ده في اخر برده حاجه في يعني احنا كان 0-0 كنا 0-0، فده كانت في اخر تقريبا يعني 10 دقايق قبل ما تحي يجيب الجول على طول. فلو كانت دخل كانت هتأثر يعني بشكل، بس الحمد لله يعني. كابتن احمد ناجي بيقول لك انت شبه مين من الحراس؟ كابتن وليد سليمان. كابتن وليد سليمان كل لما يشوفني بيقول لي اوفا، بيقول لي شوف يقول لي شوف كابتن مصطفى شبير جدا. شبه خلي بالك في شبه كبير. انا مصطفى شبير عمل معاك ايه لما رحت بطوله الجزائر؟ هو انا كنت محتاج جلوفز يعني، فكنت قايل لكابتن احمد ناجي، فهو كابتن احمد ناجي كلم كابتن مصطفى شوبير، وهو هو اللي كلمني في التليفون وبعته لي، يعني هو اللي كلمني وجاب لي الجلوفز بقى، خلى حد يبعته لي يعني. كنا ساعتها في معسكر في توليب اللي في جاردينيا في مدينه نصر تقريبا. بيحصل تواصل على طول معاك ومع حراس الدرجه الاولى؟ انا بصراحه يعني اكتر حد كابتن مصطفى شوبير، هو بكلمه بيسال عليا، ساعات بيكلمني وساعات بكلمه كده. تمام. عاطف
ابرز النصائح اللي بيقدمها كابتن بدر رجب، كابتن وليد سليمان، كابتن محمد شوقي، كابتن احمد ناجي حتى بحكم الخبرات الكبيره عنده، اللي بيقولها لكم وقت المباريات وقت التمرينات؟ هو اكيد كابتن محمد شوقي وكابتن وليد وكابتن بدر وكابتن احمد ناجي كلهم بيكلمونا طبعا. انت بتلعب بتشيرت النادي الاهلي، يعني اسم كبير طبعا، لازم دايما تلعب على المركز الاول، نكسب اي ماتش، ما فيش فرقه بتقف قصادنا طبعا. والحمد لله يعني قدرنا يعني ننفذ كلامهم اللي هم بيقولوا، يعني الحمد لله. ما شاء الله انت بقالك 9 سنين في النادي الاهلي، ابرز الحاجات اللي انت اتعلمتها خلال 9 سنين؟ واكيد زي ما قلت حضرتك يا كابتن، يعني لازم تلعب دايما على المركز الاول. وطبعا تبقالكوا 3 سنين تاخدوا البطوله صح؟ الحمد لله. يعني 2007 ما شاء الله مع كابتن اسامه زكي 3 سنين متواصله. شايف الرقم ده ازاي، او الانجاز ده ازاي بالنسبه لكم 2007؟ هو اكيد انجاز كبير يا كابتن، يعني ما اعتقدش ان في فريق في القطاع خد 3 جمهوريه ورا بعض، واحنا الحمد لله يعني قدرنا ناخد 3 جمهوريه ورا بعض. تمام. اياد ما شاء الله 3 سنين ورا بعض، يعني البطوله، وخلي بالك بطوله الجمهوريه دي يعني حاجه زي بطوله الدوري الممتاز. بطوله فيها بتتكلم في الزمالك، بتتكلم في الاسماعيلي، بتتكلم في المقاولين، بتتكلم في ايه، كل فرقه الدوري الممتاز موجوده فيها. تاخدها 3 سنين فده انجاز بالنسبه للفريق 2007 او العمر السني بتاع 2007. النادي الاهلي يعني مش محتاج اتكلم كتير، بس هو النادي الاهلي ده دايما متعودين على ان احنا اي بطوله بنخشها احنا النادي الاهلي، يعني الفرقه اللي قدامنا هي اللي تعمل لنا حساب جدا يعني. فاحنا بنبقى نازلين الحمد لله يعني بقى عندنا ثقه في نفسنا، بنلعب في نادي اكبر نادي في افريقيا، فلازم. النادي الاهلي موفر لكم كل حاجه؟ نعم. النادي الاهلي موفر لكم كل حاجه في القطاع؟ طبعا. يعني كابتن وليد سليمان، كابتن بدر رجب، كابتن محمد شوقي، كابتن احمد ناجي، بس مش مخلينا محتاجين اي حاجه. كويس. ميشيل يانكوني حصل تواصل معاك، كلمك في بعض الامور؟ لما طلعت ماتش المقاولين، قصدي لما طلعت الدرجه الاولى كلمني. كان هو بيتفرج على ماتش المقاولين الاخير بتاع اخر مباراه في الدوري، هو كان بيتفرج عليها، فكلمني كده. انا في اول شوط كنا قبل ما ندخل ولا جول، كنت اللي هو بلعب مثلا الكوره، بلعب لشخص معين، بلعب على الارض، بعمل بليسنج لشخص معين. لكن جيت الشوط الثاني، يمكن جه بيقول لي ان انا بلعب الكوره الطويله عشان انا كسبان فبضيع بيها وقت مش اكتر، مش بلعب لشخص. بيقول لي ما تتعودش على الطريقه دي، يعني خليك زي حجاز بره، لما بيطلعوا كره من رجلهم بتطلع بحساب. دي كانت من التعليمات المهمه اللي قالها ميشيل يانكوني. عاطف، مين وانت بتتفرج على الدرجه الاولى، مين اللاعب اللي بيعجبك؟ انت ما شاء الله بتقولي بتلعب باك رايت، وبتلعب مركز 8، وبتلعب مركز 6. المكان اللي انت بتحبه او بتجيد فيه بشكل اكبر مركز ايه؟ مركز 6 والباك رايت. باك رايت، المركزين دول. بيعجبني مروان عطيه قوي. يعني بحاول اقلده دايما وانا بلعب. ستايل لعبه يعني كواليتي مختلف عن اللعيبه الثانيه في الدوري المصري. انا سمعت انه بيشبهوك بامام عاشور في قطاع الناشئين. ده حقيقه، بيقول في شباب منه. طب ايه اللي بيعجبك في امام عاشور في طريقه لعبه؟ لا اكيد امام عاشور يعني ما شاء الله عليه طبعا. كابتن امام طبعا يعني رجله على المرمى كويسه، تسديد تسديد يعني بيكمل في المنطقه دايما في البوكس، وهو يعني بيقدر يجيب جون كويس قوي، ويعني ما شاء الله عليه يعني كويس قوي. اياد مثلك الاعلى في مصر ولا بره مصر؟ مصر وبره مصر. يعني في مصر كابتن محمد الشناوي وكابتن مصطفى شوبير، وبره مصر نوير. نوير حارس مرمى المانيا وبايرن ميونخ. تمام. اخيرا بقى محمد عاطف، عشان وقت حلقتنا، يعني الفتره اللي جايه بقى وطموحاتك مع النادي الاهلي، وانتوا ما شاء الله خلاص قربتوا يعني على الدرجه الاولى، بدات الاسماء تتعرف، الناس بدات تتابع مباريات 2007، موجودين دلوقتي في منتخب مصر، بداتوا تطلعوا للدرجه الاولى وتاخدوا بعض اجزاء التدريبات. طموحاتك بقى الفتره الجايه ان شاء الله؟ ان شاء الله اكيد طموحاتي يعني العب فيرست في النادي الاهلي، واثبت فوق ان شاء الله، وابتدي بقى المشوار الطويل مع النادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يوفقك باذن الله. ايضا كابتن تامر اياد، نفسي طبعا برضه ابقى فيرست تيم النادي الاهلي. نفسي اثبت فوق، ابقى جزء كبير يعني مهم. وفي حاجه عايز اقولها بس الحلقه دي، عشان ما انا طبعا اللي فضل عليا كبير قوي بعد ربنا طبعا سبحانه وتعالى، ابويا وامي ولك معاك في كل المباريات كله والله. هو من وانا صغير هو دايما واقف في ظهري، هو اللي بيشجعني، هو ومامتي والله، فانا واخواتي برده، فانا بشكرهم جدا يعني، عشان هم اكتر ناس تقريبا تعبوا معايا في حياتي. ان شاء الله ربنا يوفقكم باذن الله محمد عاطف واياد تامر، وتكونوا نجوم من نجوم النادي الاهلي في المستقبل القريب.
بشكركم وشكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا يا محمد. ربنا يخليك يا كابتن. شرفتنا ونورتنا يا كابتن اياد. نورك والله يا كابتن. وانا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وبشكر نجوم المستقبل محمد عاطف واياد تامر، ان شاء الله لكل يوم مستقبل كبير مع النادي الاهلي، بشرط دايما يشتغلوا ودايما يخلصوا في تدريباتهم، وان شاء الله هم عناصر مبشره وتمثل النادي الاهلي في القريب العاجل باذن الله. بكده حلقتنا انتهت، كل التوفيق لعيب النادي الاهلي الفريق الاول في المباريات القادمه المهمه، وبدايه من مباراه الداخليه يوم الخميس القادم، وكل مباريات النادي الاهلي في الدوري كلها مباريات كؤوس، وكل الدعم للاعبي النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، بكده انتهت حلقتنا، ونشوف حضراتكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي وحلقه جديده من الاشبال.